الاخبارات في روبورتاج لكمال ادريسي واحمد البونجيمي. هي قمة مبكرة، هي موعد بطعم خاص، بطل ووصيفها. الكل تجند والكل تعبأ ليكون في الموعد. الأنصار حجوا بعتادهم وثقلهم لدعم الفريقين، والكل تغنى على ليلاها راجيا الفوز والظفر بباكورة المبكر. نتمنى المقابلة تدوز في جو رياضي بين الإخوة التطوانيين والرجاويين، وإن شاء الله كل ميور كان. مباراة إن شاء الله تكون تطوان إن شاء الله، والغلب إن شاء الله جنصير. الأمن كالعادة سخر كل عناصره وخبرته لتأمين مسلك آمن لقمة يرجى منها تسويق المنتوج الكروي المغربي في أبهى صورة. ترتيبات الأمنية منذ الصباح والبارحة اتخذت، خصوصا وأن الفريق الزائر حج بكثافة إلى المدينة وبأعداد هائلة، فقط 4000 حتى 5000 متفرج. ورغم ذلك فإن الترتيبات الأمنية اتخذت على مستوى المحطة الطرقية، على مستوى الممرات المؤدية إلى الملعب، ايضا على مستوى البلوز والتريبين. وبالعوده الى المواجهه، حضر الرجاء بانفه تكسير شوكه البطل، والاخير برغبه جامحه لتكريس هويه البطل. صافره اليعقوبي ازالت المستور والمكنون عن المواجهه التي كشر فيها النصر عن شهيته الجامحه منذ البدايه. ما بيضي في مناسبتين دون جدوى تلتها تسديده سعيد فتاح كانت بمثابة من أندر فقد أعذر. مباشرة بعدها بناء محكم على المقاس بين الثلاثية الهاشمية برزوق والوافد الجديد صلاح الدين عقالة أخلف الموعد. إذا كانت الثانية غير ثابتة فإن الثالثة ألقت سهم النجاح، وهنا حافظي يدشن موسم الرجاء بهدف في مرمى اليوسفية. ولم تكد فرحة الرجاء تمر حتى اصطاد زهير نعيم ضربة جزاء ثمارها ذهبت سدى، ليسدل الفصل الأول ستاره بتفوق النسور. بين شوطي القمة لم يجد أنصار الفريقين بدا من النزول إلى أرضية الملعب طلبا للماء عساه يطفئ حرارة يوم مشمس. هذا الطقس أرخى بظلاله على الفصل الثاني الذي طبعته الرتابة، ومن خطأ في دفاع الرجاء يتحمل وزره الهاشمية أدرك الهردومية التعادل للحمامة البيضاء في الدقيقة 69. ما تبقى لم يحمل الجديد، وأجواء الطقس كانت لها الكلمة الفيصلة في نزال الكبيرين. كما احنا كما تطوانا حاولنا باش نديروا مباراة كبيرة للفريقين، لكن دوزاميطا جات صعيبة الحق. كتشوف كانت حرارة كبيرة والطرطة ما يساعدش، لكن نظن التعادل عادل، ولو أن لا بريمير ميطون كانت لينا وكنا نقدروا نقتلوا فيها المباراة. اللي أثر بزاف على المقابلة هي الحرارة، لأن كانت مفرطة، وكان واحد الشك يراود اللاعبين ديالنا من ناحية لياقتهم البدنية. فريق الرجاء دخل في المقابلة عازم على أنه حقق نتيجة، فعلا تحكم في الشوط الأول تقريبا كامل. الوقت اللي كان ربما متحكم كنا بإمكاننا نسجلوا حنا جوج ديال الأهداف، وضيعنا ضربة جزاء. لا غالب ولا مغلوب في قمة مبكرة باحت بجزء من ثقلها في انتظار عطاء أفضل للفريقين في مقبل الدورات.